بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفيديو الأكثر من رائع. طبعا هو فيلم ترجيت. تفضلي صفية، عندك تعقيب عليه؟ فيلم ترجيت من أفلام موريتانيا الخالدة، اللي هو من بداية السبعينات، ومن الأفلام الخالدة هو قال هو عند موريتان من الأفلام. يا ريت يا ريت يعود دولارك موريتاني لحقوا المرحلة اللي لحقوا هما هذو. زين هذا فيلم ترجيت معدل 1973 طبعا، وهون بقيادة همام يرحمه إن شاء الله، الملك همام. وهذه الفرقة هي منينة متعلية يرحمها إن شاء الله، والدة سيمالي ومحمد فالي يرحمه إن شاء الله، يرحم إن شاء الله الجميع. وهذا محمد العلي ورا كان والد كومبان، الله يرحمه ان شاء الله. زين كان فم ما شاء الله فتبارك الله ياسر من 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 النخوه، وياسر من شي ما شاء الله، هي مجموعه من الفنانين ما شاء الله قدت هي توصل هذه الرساله للمجتمع. وخرصي هو من 1973 ونحن نظركم ان شاء الله، نظركم تابعوا وكل حد داروا في التليفون ما شاء الله تبارك الله. صحيح فهم اللي رواية نقطة لين شعر لها شوي من قد التناغم بينهم، هما شتيهم ما شاء الله فرق في بلاده اللي غير ما شاء الله وذاك ليه عدل مضبوط كامل تبارك الله. وتحس انت عن فم انسجام بين موريتانيا الاصل، الحمد موريتاني لله موريتانيا الاصل صح الحمد لله. هناك والله معانا مشاهد. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم، نطل المخرج عنه طلع لي ارقام الهاتف صح. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله بخير وعلى خير الحمد لله. مشاهد حاول تسمعني من التليفون وتنقص عنك التلفزيون، فهمت تشويش؟ تفضل تفضل اخر مشاهد. نسف لانقطاع هذه المكالمه، نبقى معنا مكالمه ثانيه. الو السلام مشاهد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا مرحبا وسهلا واهلا تخيل، ايش كيف الصباح ياك لاباس؟ وعليكم السلام ورحمه الله. نحييكم في بدايه الحلقه وبناء مفتوحه. نختير شوي نشرح مسامعكم ومسامع المشاهدين ياك بوتورد يعني. تفضل. نقول برنامج بالتمام شي 4 ايام، من حد التمام ل 4 ايام.
دار بعض كلية زين صحية في المقام سميرة الصافية والصديقة الهمام لحسن صحية ودا آخره هذا دا مرقي شكرا جزيلا بخير جدا يا غير من ناحية أخرى نختير همنا كما أتت سابقا البرنامج ونختير ما يعيد ونجدد النيل ياسر متطورة ورسوء البرنامج زين يعني عندي شوية ملاحظة نقولها للسادة المشاهدين تفضل هم مثلا يحترم ده ثاني رأيه لأن يانا نجد نعود مثلا نلتقط عد برنامج موضع الصحة الوطنية صح عندك الحق قناة عد قناة عد كانت مثلا لا طرح التلفون وقطع ما يلا يتصل بمشاهد مثلا شوي لحظة قضية ما يلا يتصل بمشاهد مثلا توبيخ ولا كان جد نختره معاه في شيء الرأي لغير نحترم لك خصوصيتك وانا نعرف كل المعرفة قبل ما نقاطر عملات المواجهة دي تواجهت لها العام الماضي من أمير المتملقين عنكم انتم بريئات من هبراءة سودودي من دنيو ادخيلة ادخيلة من حوار الخرا شكرا عندي اعلام العام بصفه خاصه عن هم قطر من السكونيه هذه مش الشواري داني صراحه زين شكرا تخيلة شكرا لك جزيلا تخيلة على المداخلة وفعلا أنا قاعدة قلت ما فهمت حتى أنا ما وشاكرتك على كل حال على هذه المداخلة الأكثر من رائعة صافية ما فهمت وزدانا وإن شاء الله يتصلنا يفهمنا ليش اللي قال ما فهمت خارج الموضوع زين نرجع للموضوع السميرة كما ما شاء الله عودتنا دائما على اختيار هذه الفيديوهات وما شاء الله والمقاطع اللي تطلعي شنو اصعب مقطع قلبك وكيف ماركسا بقطع على الهواء مشاهدي الكرام سميرة جلجت شوي قالت عنها كان عندها فيديو كان مو معقول به صح ولا نسيت عنه تخطيت في العشرة صح اصعب فيديو وقت تنزيل نعود فيديو تام وطويل وانا تابعته كامل وزين عندي ونختار المشاهدين يتابعوا من تنزلوا واني ما يقديش يتام نعود فرض عليا من نقطعوا وني تم وين نقطعوا فرض عليا من نعدل المونتاج وذاك يقبض الوقت كيف ما قلتي حان أمي أنا عندنا فيديو للأسف كنت مقية لا يقير ما طلع فانظروا نطلعوا إن شاء الله في الأسبوع الجاي إن شاء الله يا ربي نقبل معنا مكالمة الو السلام عليكم الو السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله السلام ورحمة الله مرحبا بكم تفضلوا حالكم يا جبال ما شاء الله فتبارك الله الاسم الكريم من المتصل شكرا مرحبا بك سيد احمد تفضل مرحبا بك سيد احمد الله يتفضل سيد
استاذ احمد يبدو انه عندك تشويش معك في الدار. نرجعوا لبعض الفيديو الموالي، نطلب من المخرج انه يطلع لي الفيديو الموالي. Bien sûr, ces chansons sont toutes bien agréables à entendre. Et les minois de nos jeunes filles sont, j'en conviens, bien charmants. Mais... aidez-moi. Aidez-moi à retrouver ma Mauritanie avec ses images d'hier, familières et paisibles, mais aussi avec celles d'aujourd'hui qui sont nouveautés et mouvements à la fois. عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفيديو الاكثر من رائع صفيه الخطري. هذا الفيديو عندي في تعقيب شوي للفيديو، خصوصا بالطابلات الكاميراتيه هي يقولوا ذا الشور قوات ريامو. دائما ملاحظتها انا عن بعض من الاناشيدنا نحن والله اشوارنا الزين الزونيه يتخلى عنهم
الشعب الموريتاني تقبلهم مدخرة. أعطيك مثال بسيط، نحن نظرك ما شاء الله شاهدنا قفزة نوعية في هذا الخارج، هاو الفنانين اللي في الخارج والجوار كاع كي مثلا المغرب والجزائر تونس، عندهم نفس هذه الأغنيات ما شاء الله يطوروهم ويغنوهم. احنا عندهم 2018 2017 هما شفنا فيهم طفرة، بدل من فنانين احنا هو للأسف ما تسمع كاع حد شاد أخبارهم، مشوار زينين مشوار حماسيين، وهذه الفتيات تبارك الله ما فيهم شي ما ومعقولها تبارك الله. هذه هون ملاحظه لاحظتها من خلال ذا البرنامج، موجه تحيه كبيره 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 للفنان والوالد حضرامي الميده، صح موجهينها لهم تحيه من خلال هذا البرنامج، موجهينهم لجميع الفنانين اللي شاركوا ولو بفكره وطرحوا بصمتهم بهذا الفيلم الاكثر من رائع. زين نشركم معنا مشاهد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زين ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك، مرحبا بك وسهلا. الله يسلمك، الله يسلمك، ميرسي. ما شاء الله تبارك الله بخير وعلى خير. مو فن تبارك الله. الاسم الكريم اختي، متصل مني. مرحبا بك وسهلا ومرحبا نواذي بو. مرحبا بك وسهلا مشاهد. الله يسلم الله يسلم. من درا كانك زين قاعد نرجع للوراء والله الحق. تذكروا شيء زين من حياه الموريتانيين، خاصه الناس اللي موارد السبعينيات والله الحق. نسيت بتعود مع حرصي بتعود من ذات ديك الساعه قيرا قاعد ما تعرفوا. والله الحق. منار زينه ما شاء الله دائما نشوفها من الوطن. والله معترفين بها ما ديهم متشرفين بها. الله يسلمك والله الحق. تقاليد نواي نواي بنوك صحيح زين عندنا حتى وشاكرينكم حتى. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. مرحبا وسهلا مرحبتي. ان هي عنهم يرجعوا شوي للوراء. احنا القصد بهذه الفيديوهات والله هذه المقاطع اللي نطلعوا لكم في النهارات اللي نعود ما عندنا ما قبضنا لكم فيهم ضيف من اجل نعاش ذاكره تعود انتم اذا تعرفوه غير ناسين لكم شيء عنه. اخترنا احنا من خلال البرنامج نذكركم به خوف من لا يندثر. زين صبيحه وتشكي معنا مشاهد اكيد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله. الو السلام عليكم ورحمه الله. الو السلام عليكم. مرحبا بكم وسهلا. مرحبا شكرا جزيلا شكرا. الو مشاهد. شكرا جزيلا. احنا عندنا احنا تعرفوا ياسر من التراث من ياسر من التراث يا خير دايوات على انجاز صحيح. مشكلة عنه هو قاعد هو اللي وساه يندثر لا 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 ابناء الوطن هو الناس الاخرى ما شاء الله يقبلوا وتستثمروا شعرها ونبقى ونحن هون اللي نحن قاع اهله. للاسف قال لا حد قال لا حد يملك عنه. قال لا حد يملك عنه حتى في جنيه في فيديو عدل منها هي قصه في فيديو عدل منها والله الا حق.
حال ما أصدر طوال عليكم على مساعدتكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يا مرحبا بك وسهلا. كيف ما قال هذا المشاهد عن 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 صح، وكيف ما قلتي نحن اللي يهلو، نحن اللي لهذا الفن، خلينا عنه وقعدتوا خلاص استثمرت فيه، وبالتالي عاد وين باط مرفق. احنا ما عملناه وعملت الناس الاخرى وعملت مي طريقه، خلينا عنا ما هي على ما هي طريقه ما خارج بعد شيء يشبه من هون. نحن موسيقى صحيح احنا لو كانت موسيقتنا ميزانه ما تقبلها من الناس الاخرى. صحيح. زين نطلع المخرج على يطلع لي الصوره اللي عندنا نعود نتكلم عليها. صافي هذه الصوره نقيك تعلقي لي عليها شوي. مشاهدين هم اللي يقعدوا ما عرفوا هذه الصوره. مشاهدين انا 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 تعليقي انا لهذه الصوره لنخليه للمشاهدين نضل مكالمه ونخليهم يتعرفون على هذه الصوره. نقولوا الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير. صباح النور. تحية صباحية لقناة لطيف. الله يحييك. للأسف انقطعت المكالمة. صحيح. كنا نختار ونسولوه عن هذه الفنانة من هي. يقال نقول معنا مكالمة ثانية وإن شاء الله نجبر حد لا يعرف فنانة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. مرحبا وسهلا ما شاء الله فتبارك الله. بخير وعلى خير. شو ما سمتم ياك لباستك الخير. ما شاء الله فتبارك الله بخير وعلى خير. اخي المشاهد من رايك انك قد تعرفنا على هذه الصوره؟ من هي؟ ما هي منينة متيد؟ ما هي منينة متيد؟ ما نظن. كنت بعد نختارك لا تشارك معنا وتعرف هذه الصورة. وتعرف. هذه فنانة عاشت زاد هي زمنها. زين نقبل معنا مكالمة ثانية. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله. انا سورتيني وانا سؤالي مخليته للمشاهدين. صح وانا نفس الشيء انا قصدي نطلعها اليوم اياك المشاهدين يمولي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شحال ياك لباس؟ ما شاء الله فتبارك الله بخير وعلى مرحبا بك سيدي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سيدي من وين متصل؟ مرحبا بك ومرحبا به النواذبو. سيدي من رايك انا قلت تعرفنا على هذه الفنانه؟ للاسف تبارك الله فنانه ما شاء الله شهيره. هذه الفنانة تبارك الله معروفة. تولي فنانة معروفة. والدة تولي الحمد لله. فنانة مولي تبارك الله معروفة. تعود ما عرفتها. للأسف. ألو يبان ريزو ما هو. ما فهمتش عندكم. يبان صح. نقوم معنا مكالمة ثانية نعطوا فرصة للمشاهدين. هذه آخر مكالمة نعودوا إذا ما تعرفوا أيها المشاهدين نعودوا نحن نعرفوهم عليها. نقبض معنا مكالمة ثانية وهي فنانة طبعا فنانة قديرة الراحلة الحمد لله وما شاء الله ذاعة الصيت. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. قربت منها بقى. قربت منها قري واجعة. ما هي ما هي. شكرا جزيلا لك أخي المشاهد. نقبض معنا مكالمة ثانية نعطيكم فرصة. تعرفونا على هذه الفنانة الراحلة يرحمها إن شاء الله. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو سميرة.
أول حالكم؟ ما شاء الله فتبارك الله، مرحبت بك وسهلتي. مرحبا الوالد، تفضل. ما شاء الله فتبارك الله بخير وعلى خير. الوالد هذه الصورة اللي مطلعين لك، من درك أنك تعرف؟ أنا صح الفنانين ما نعرفهم. يا واجع الأسف. ما شاء الله فتبارك الله، أنا بخير وعلى خير الحمد لله. لكم على هذه الحلقة، قولي لي أنتم ما صار عندكم اليوم؟ والله شنو؟ اليوم ما عدنا ضيف، اليوم عدلنا هذه الحلقة بينا ما شاء الله فتبارك الله كرت الطلبات على فيديو هذا. الحمد لله طلبوا مشاهدين، وتحية لكم. شكرا جزيلا. تحية للمخرجين جلو عمر. شكرا شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك الوالد على هذه المداخلة الأكثر من رائع. إذا المشاهدين الكرام، هذه صورة أنتم ما عرفتوها ولا هي نعرفكم بها، هذه صورة الفنانة الراحلة تكابر من تعمر مبارك، وهي والدة النعمة من الشواخ، طول هبي وبها إن شاء الله. زين و... لا ما بعد ما بعد منها صح، قال كي كان هالنعمه النعمه من الشوارع تبارك الله، فم ملامح وجهها، فم ملامح وجهها، وهي فعلا الوالدة النعمه من الشوارع. ونقول نقول مكالمه. الو السلام عليكم. للاسف الوالد قال عنه الفنانين ما يعرف صحيح جيل كامل. وعليكم السلام. نسف لانقطاع هذه المكالمة، نرجع الموضوع، مازال عندنا فيديوهات. نطلب المخرج أن يطلع لي فيديو الموالي بعد إن شاء الله. تكلموا عنه. من تجارتي
هذا الفيديو الأكثر من رائع. صفية تفضلي. صفية تعرفي ردي عليه، تعرفي عنه الفيديو اللي أنا هنا هو اللي صح وني نعود قاعدة واحد انت نسمع اللحظة والمداح المهجور سبحان الله فيهم اللي تبارك الله ينهلوني بشكل غريب وعجيب، ولا نبقيهم قاعد ينتظرون نختارهم يتموا لا القنوات لا توخاوهم ولا يلا قاعدوا لا للإذاعة، احنا ذيك الساعة نعرفهم على الإذاعة وبارك الحمد لله عادوا القنوات والله بعد عادت الوطنية عاد مسامحة بذن واخذهم كاملين تبارك الله والهول الزين ولا يلا ما اللي يندثر. نقبل معنا مكالمة. نقبل معنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. يا رحمة. شكرا. شكرا جزيلا. شابين القناة الوطنية على البرنامج احنا غير بعض الناس الوارد ما نصيب عنكم وماضينا بما يتسع ومشينا عنه يواجع وطيرا عنه شي عنه بيدنا ما قال شفهم الله يدحق والله يستطرون ثواتك وطول على طول يستطرون بالماضي ونحن ثواتك الشباب والشابات اللي يفرطوا بنا السامعين شكرا عنهم لا يشوا عن ثواتهم ولا عبرهم ولا عبرهم ما نمشي نكسبهم ولا نمشي ويبدو لا الحق وجزاكم الله خيرا ولا نكوين يا ربكم حتى لأنكم عندي تفيدة من دعم الله والله يدحق الله اللي نحمد وكافيكم والله يدحق ولا نجاتكم بخيركم ولا نكون بما عبرنا نتعلم إن شاء الله يا رب يا مرحبا أمين إن شاء الله شكرا جزيلا لك يا مرحبا وسهلا وقطعنا عنا نحن إن شاء الله بدعاء الوالدين وبدعائهم هم الحمد لله ليوصل البرنامج ذاك اللي يبقوا به اللي نحن قاعد يعني نقدر نمشوا عن تراث نبي اللي تراث كما قالت هي عنه زين وليك الصح ويلا الشباب كاملوا نظر كذا المشاهد اتصل قال عنه هذه الفنانة قاعد ما يعرفوا الفنانين للأسف ما يعرفوا وهذا خاسر فنانين مشرفين وحد يعرفهم بهم اللي ما يعرف الفنانين بعد قاع فنانين وطن واللي يعنوا الناس الاخرى ما تعني قاع معرفتهم اللي رايا الكرمه تزيد الفنانين الاخرين عندنا فيديو صحيح نقبل معنا فيديو الموالي المخرج انا طلعي الفيديو الموالي you
مشاهدي الكرام بعد هذا الفيديو الاكثر من رائع، وهذا فيديو سبينيات صحيح. هذا مولي، هذه ثقافتنا نحن ما شاء الله، وفلكلور معروف بالسبينيات، والصين جايه من كلمه سبان مندر. شكليا الميسورات كانت تصل تجي من مندر، وكانوا يديروها كانت تديرها باقليه من العلايات، وذول به طبقه اسمها على ذا، وكان اكثر من رائع. وهذه الفرقه فرقه ما هي معقوله، ما شاء الله فرقه متناسقه تبارك الله، فرقه كرمسين ما شاء الله، ويرقصوها ورقه لخالق. حتى عندك ركعتي على تيجي تحاولي مادي تعدليهم، ليعد الايقاع ما هو واحد، مو كيف ضرك، مو كيف هذا الكنيسه بيتغير تغير كامل. وهذا اكثر من رائع، يرقصوا بكل جديه وبكل حماس، وزين وهلو زينين وممكن وتقدي تتابعين ما شاء الله تبارك الله. والظهر الاول والمري كانوا يعيطون بالمناسبه، صافية واجعه ما تلاو خالدين عجله الناس وتو الناس عاد عجله. انا نقوم على مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو مرحبا بك وسهلا. الو ان شاء الله يا ربي درنا نعلوه لكم ان شاء الله يا ربي. الوالد يبدو ما عنده الخط، والله عنده مشكله في الخطوط اللامينيه تلفني يجي اذا منقطع، درنا نعلوه. نقبل معنا مكالمه ثانيه ان شاء الله يا ربي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. يبدو ان المتصل غير جاهز، المخرج ثاني مكالمه ثانيه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طلع حبيبتي. موضوع البرنامج شنو؟ موضوع البرنامج لا، هذه الفيديوهات اللي طلعنا اغاني خالدة. ما شاء الله فتبارك الله. الو. حبيبتي شوفي لا تقطع المكالمة، وتعاودي لنا بعدين انت فهمي الحلقة وتتابعيها ان شاء الله يا ربي. يا مرحبتي بيك وسهلتي. معنا مكالمة ثانية. الو السلام عليكم. مرحبا بك تخيله. مرحبا بك تخيله. تخيله صب الموضوع. في القارنة جاب خلاصة واحدة، هو أن المسلم لا يفسد خلافه لا يفسد متغطية معقولة معروفة. ما أقول شو تحت الكاد المسلمين. لا كان الشارك معاكم هون طريعة نسيتوا من بكاء على الأطلال، والله نسيت من الغابة اللي كنت معهم حياتي. تخيله يبدو ان تخيله فقدنا مكالمه للاسف. فقدنا مكالمه تخيله، يبان كان عنده شيء بكاء على الاطلاع، وان شاء الله يعاود يوصل لنا بعد ذاك اللي عن بكاء على الاطلاع. زين نطلب المخرج انه يطلع علينا الفيديو الموالي. Thank you.
تبارك الله اكثر من رائع. وهذا لعب الدبوس انا يقول وعندهم اللي يهلو عنده الناس ما شاء الله اللي تذوقه وفي نفس الوقت خطير هو يخلقوا فيه اخطر لعبه تقليديه في امريكا هو خطير هو يتعطبوا اهله هو حتى عنك يعود لي نيجرو يتعطبوا واللي تحتهم كذلك تتعطب حتى المرجع الضيق وبالتالي من متن زين وعنه خطير في نفس الوقت مخاطره في نفس الوقت يغير اكثر من رائع واحنا تراثنا وفلكلورنا ولا نقدر يكون نطلعه زين صحيح صحيح لحظه شوي سميره لينا عندي هون اهداء من احمد سالم بومبا صديق البرنامج الدائم في الزويرات. السلام عليكم ورحمه الله شحالكم راني موجه تحيه خاصه لكم صافية وسميرة موجه تحية خاصة لمحمد الزويرات وهذه لهم هذه الحلقة الأكثر من رائعة نختاركم تطلعون فيديو في أحمد والميداح هذا صديق البرنامج أحمد سالم البومبو شكرا جزيلا نحن بدورنا هادين لجميع ساكنة الزويرات وعلى المشاهدين كاملين اللي في الخارج واللي في الداخل وأحمد والميداح نطلع لكم منه فيديو أكثر من رائع مازال منه فيديو هو محجوب إن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم إن شاء الله نحاول نبغى معنا مكالمة ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم مشاهد ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم مرحبا بك وسهلا تفضلي سامعتك ما شاء الله هنا فتبارك الله بخير وعلى خير فتبارك الله شو مواسي انت ياك لباس عليك ياك الخير مرحبا بك تفضلي شكرا جزيلا شكرا لك اللام ذوقك نسف لنقطع هذه المكالمة ونقبل معي مكالمة ثانية ألو السلام عليكم مشاهد ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي الكريم عليكم السلام مرحبا وسهلا تفضلوا سميرة حسنة كذا ما شاء الله هنا فتبارك الله بخير وعلى خير الحمد لله معك ندور فاجي من مقاطعة كنكوسة مرحبا بيك وسهلا ومرحبا الكنكوسة شو مواسياك لباس ذاك الخير يا أهلا بك المخير مرحبا بك وسهلا تحية لكم كبيرة شكرا جزيلا طبعا برنامج متميز يسلط الضوء على مواضيع مهمية كبرى شكرا طبعا برنامج اليوم الفيديوهات تفضل مشاهد نسف لانقطاع هذه المكالمة ونتمنى إن شاء الله أنه يعاود إن شاء الله يوصل الفكرة اللي كانت عنده صافية مازالوا عندنا شن الفيديوهات نطلب من المخرج طلعنا الفيديو به الوقت ما طلب منه ياسر صحيح Thank you.
مشاهدنا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفيديو الأكثر من رائع. صحيح. سميرة نهورتينا بشكل غريب، ذاك هو المقصود. هذا فيش فيديو ما هو معقول، هذا فيديو للفنان الكبير الراحل ديمي مكاب. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لو خيرت. الله، فيديو ما هو معقول، مواعظ في شيء ما هو معقول، ما هو معقول، أنا أصلاً نهولي ما هو معقول. تبارك الله. سميرة لنقاطعك شوي، جاتني رسالة من الفنانة الكبيرة منى متنانة، وقالت لي عنها متابعة البرنامج هذا، اللي من يزيد البرنامج عندنا احنا متابعته، وعنها دور أغنية من الفنانة الراحلة الملحنة المعروفة دبية متسويد بو. للأسف للأسف لأن قالوا لك في راسنا يا الأخت العزيزة دبية ما حضرنا لها هذا الأسبوع شيء، غير إن شاء الله ربي بإذن الله الأسبوع الجاي تعود حلقة خاصة بين الدبية إن شاء الله ربي وياسين وللنانة إن شاء الله يا ربي، كل سرور إن شاء الله يا ربي به اللي دبية دبية قاموس بارك الله، حد لا يقبل منها شيء، ما يقدر يقبل منها لا فيديو واحد ولا لابد لها من تبارك الله. نطلب من الفنانة النانة عنها تعود إن شاء الله ربي، منى عنها تعود منسقة معنا في الحلقة بإذن الله تعالى إن شاء الله. معنا مكالمة ثانية. ألو، السلام عليكم مشاهد. ألو، السلام عليكم مشاهد. ألو، ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم. تفضل أخ المشاهد تداخل استديو صباح الوطنية. ما شاء الله تبارك الله بخير وعلى خير الحمد لله. إيش حالكم يا غلبان؟ ما شاء الله. هنا مشاهد حاول تسمعني من التلفون تنقص عنك التلفزيون. ألو، ألو، أنا سامعتك. نسف لانقطاع هذه المكالمة ونقوم معنا مكالمة ثانية. نتمنى إن شاء الله عن جميع المشاهدين اللي يتصلوا البرنامج يسمعونا من التلفون ينقص عنهم التلفزيون. ألو، السلام عليكم. مرحبا وسهلا. الوالد تفضل. الوالد تفضل. الوالد الوقت ماتنا منه ياسر، وعندنا ما شاء الله اكتظاظ في الاتصالات الحمد لله. عندك هون رضا ما يجهز
زين اللي عطفهم رساله تفضلي. هون صديق والمتابع الدائم لبرنامج صباح الوطنيه ينجم محم تعليقا على ذاك نيجور بين قوسين، وهو من الالعاب التقليديه التي تحاكي المبارزه بالسيوف وتعتبر تدريبا متنافسا على الدفاع الذاتي على ايقاع حماسي منسجم. شكرا لكم على نفض الغبار والاهمال عن هذه الكنوز. صحيح هي كنوز، ومن خلال برنامج صباح الوطنية ومن بدايته الحمد لله راك نحضر الموسم الرابع الحمد لله لينا نبشركم بها، راك نتبارك مع نحضر الموسم الرابع البرنامج صباح الوطنية من الموسم الأول الحمد لله حنا قابلين هذا العهد عن ننفض الغبار عن تراثنا وعن فلكلورنا وعن وجبات التقليدية وعن كل شيء خصنا احنا كمواطنين يخصنا بهذا الوطن، هذه العلاقات اللي يربطونا بهذا الوطن، ما عندنا علاقة بالناس الأخرى ولا أننا مسوين عنها. احنا نتكلم هنا لا عن مجدنا نحن وتراثنا، صحيح، من خلال برنامج صباح الوطني ونفتخر به هو اللي منجحنا نحن، وبالتالي ان شاء الله ربي لنتو ماشيين على ذاك المنوال ان شاء الله. ان شاء الله ربي الموسم الرابع باذن الله تعالى ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله التحضير باذن الله تعالى. نقوم معنا مكالمه ثانيه. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم مشاهد. الو الو السلام عليكم. موسم الرابع انت نخينا عرف انت. ما سمعتك الوالد. الو الوالد نسف لانقطاع هذه المكالمة و... ألو السلام عليكم. ألو ألو تفضلي أختي الكريمة. ألو سامعتك تفضلي. نسف لانقطاع هذه المكالمة ونرجع الموضوع ونقبض معانا آخر فيديو في هذه الحلقة لأن الوقت ما تلمنه ياسر. نطلع المخرج عنه نطلع لي آخر فيديو. أتى النار وقد لاحت في منون بجواب جمران Thank you.
أكثر من رائع هذا الفيديو، خصوصا هذا المقطع اللي مؤثر بشكل ما هو معقول، اللي قالت الفنانة الراحلة محجوبة مثل المداح وحمد الدول المداح، ما هو معقول، فتبارك الله ما هو معقول. إن شاء الله هذه الحلقة تنال إعجابكم وتعود وصلت إن شاء الله الرسالة اللي موصلين نحن عن تراثنا وفلكلورنا، خط أحمر إلى ما افتخرنا نحن به الناس الأخرى، ما اللي تفتخر به كذا ما تعرف. صحيح، نقول معنا مكالمة ثانية. صحيح، الوقت سمعتنا منو ياسر حقا على اليوم، زدنا الوقت صحيح. ألو، السلام عليكم مشاهد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أكون متصل معك محمد سالم من عكشوف. مرحبا بك وسهلا. معك محمد سالم من عكشوف. مرحبا بك وسهلا محمد، شين تفضل. نسف لانقطاع هذه المكالمة، نقوم معنا مكالمة ثانية. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شحالك لباس؟ ما شاء الله هنا فتبارك الله. شحال كنت ياك لباس لي؟ ما شاء الله فتبارك الله. الحمد لله، تفضلي. هذا برنامج مرة مباشر اليوم. والله إلا مباشر. ما شاء الله برنامج رائع ما شاء الله. الله يسلمك، شكرا حبيبتي. زين تبارك الله. شكرا جزيلا. الله يخليكم ان شاء الله. امين. يا مرحبا وسهلا، يا مرحبا وسهلا. صافي قضي معانا مكالمه. مرحبا وسهلا، مكالمه اخيره المخرج يشير عن الوقت. نحن اليوم زدنا الوقت، زدنا الوقت بعد يطير، كان يلطنا نزيد الوقت. الناس متوحشه هذا الفيديوهات وواحده في السياسه وذاك النوع من الامور. نبغى معانا مكالمه. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. تعال الهواء مباشره. الو، الو حبيبتي، انا سامعتك، استرسلي بالكلام. للاسف قدنا هذه المكالمه، نبغى معنا مكالمه ثانيه نختم بها ان شاء الله يا ربي. الو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. ألو، ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، نحن سامعينكم، تفضلوا. نسف نقطع هذه المكالمة، نسف.
اسفوا اللي انقطع هذا المكالمة، يبدو ان جاتنا مكالمة ثانية. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله فتبارك الله. والله إلا حد. الله يا رب نضل واخذوها دور تخاوركم إن شاء الله. لا 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 فنان موضوع شوي. صحيح هو قاع فنان في كل مقاييس. إن شاء الله خير من شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. يا مرحبا بك وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا بك وسهلا. الوقت مثلا انه ياسر مشاهدينا الكرام كان شيء عندنا انه وفينا الحلقه على هذا الحد غير ان شاء الله يا رب نتواصل ان شاء الله يا ربي في الجايات ان شاء الله ربي في الاسابيع القادمه ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربي. صافي يلعب عندك كلمه تبغي توجهها للمشاهدين. عندي كلمه نختار نوجهها للمشاهدين المتابعين برنامج صباح الوطنيه عنهم ينتظرون ان شاء الله ربي في الموسم الرابع اللي هي الحمد لله السنه الرابعه ان شاء الله يا ربي. صحيح. تواصل احنا وانتم ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يعودوا هذه المواسم ثلاثه نالوا على اعجابكم ويجيكم ان شاء الله ربي الموسم الرابع ولين تموا ان شاء الله ربي اللي على العهد لين تموا نطلع لكم هذه الفيديوهات اللي نعش الذاكره ذاكره المشاهد اللي للاسف ندفروا احنا هذه الفيديوهات ما طلعوا خارجين ما تقدري تشوفيهم ما هو الا دخلتي في يوتيوب وبعد ياسر من التلواء حدك لك التجبرين. صحيح والطالبه وياسر بالشيء صحيح فهم عن طريق اليوتيوب. اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الوطنيه ما بقى معي الوقت مهم نشكر فيه صافيه السميل كانت معي في هذه الحلقه. شكرا. ونشكر المخرج الرائع عمر جوب على هذا الاخراج. نشكركم انتم المشاهدين تبارك الله تفاعلكم معنا في هذه الحلقه وان شاء الله هذه الحلقه تنال اعجابكم اذا قد ان شاء الله موضوع جديد. قناة الوطنية تفتح حضنها لمختلف الفاعلين السياسيين من رؤساء الأحزاب والمترشحين لضمان ظهور إعلامي كفيل بعرض برامجهم الانتخابية والحوار حول أجندتهم العملية ورؤيتهم السياسية في أكبر برنامج حواري خلال الانتخابات.